الحليفة. ركلة ركلية ملعوبة تمر خلص. تياغو ريال، تياغو ريال من ركلة ركلية وبراسية، هدف أول، جول للمحرك، هدف أول محرقي في الدقيقة 14. تياغو ريال، تياغو ريال، وبالتالي استفاد من الركلة الركنية اللي تنفذت على شمال حارس المرمى الكندري عبد العزيز، وبالتالي وضعها رأسية تياغو ريال كهدف أول، أول هدف المحرك في كأس جلالة الملك في النسخة 44. حلوة حلوة حلوة، شوف عبد الوهاب المولود مرسومة ملعوبة، وبالتالي قد تكون أيضا مشاركة المدافع اللي أيضا كملها وساهم. خطر المولود تتهيأ، تياغو ريال، جول ثاني لمصلحة نادي المحرق، وبالتالي حلو الكرة وتعرضت ومرت. الهدف الثاني لتياغو في الدقيقة 41. شوف الإعادة، شوف الإعادة، هنا كرة المولود وهنا كرة العرضية اللي لعبت وصلت رأسية، مرت بإسماعيل عبد اللطيف وتهيأت وحطها في الجول. لا دخلت في الجول، وبالتالي واضحة، وبالتالي هدف ثاني للمحرق في الدقيقة 41. تاريخيا إنجازات، بطولات، نجوم، مدربين، ودائما منتخبنا لا يخلو من يعني لاعب من نادي المحرق على مر العصور. كرة منقولة حلوة، عرضية، جول أخيرا إسماعيل، أخيرا إسماعيل عبد اللطيف يسجل، وهدف ثالث محرقي في الدقيقة 72. إسماعيل لطيف يضيف الهدف الثالث المحرقي، وبالتالي ثلاث أهداف محرقية لا شيء لمدينة عيسى. وإسماعيل في الدقيقة 72 بيسجل الهدف الثالث المحرقي في شوط المباراة الثاني من كرة ملعوبة ومرسومة، خذوها بمركز حلو لإسماعيل عبد اللطيف. هنا تياغو ريال لعبها للبناي، عرضية وجدت من اللاعب الغير مراقب إسماعيل عبد اللطيف، هو اللي خلص المرمى، ولكن حقيقة اليوم يحسب لتياغو. عبد الوهاب المالون، تياغو أوغستو، إسماعيل عبد اللطيف يسدد، الله، هني الخبرة، الخبرة والعطاء والروح والنجومية والتاريخ، إسماعيل عبد اللطيف يسجل رابع أهداف المحرق، رابع أهداف المحرق، هدف الدقيقة 74، وبالتالي إسماعيل هدف الدقيقة 72 وهدف الدقيقة 74، أربعة أهداف يا محلاه يا محلاه، لف وسدد، الله يا إسماعيل، الله يا الخبرة، الله يا الكبير يا إسماعيل، وبالتالي هدف رابع محرقي في الدقيقة 74، هدف في الدقيقة 72 وهدف في الدقيقة 74، ومن لاعب كبير ومن لاعب حقيقة نهاز ومن لاعب هداف، وبالتالي هدف